رونق تفضلي. السلام عليكم. سلام الرحمة، تفضلي اختي. الشيخ انا اسالك عن الحجاب. ايه الحجاب انا لابسته بس مو عن قناعة. كيف مو عن قناعة؟ هو الذي ليه مو عن قناعة؟ تعالي تعالي، ليه مو عن قناعة؟ ما مقتنعة بي ابد. زين، هو كل شيء الله يفرضه لازم انت تقتنعي؟ سؤال جاوبي. بس يعني انا زين اسمعيني، هل كل شيء يفرضه الله علينا لازم نقول يا رب ليه فرضت اقنعني؟ لا. زين انت مديرة، انت ايش تشتغلين اول شيء؟ طالبة. لو انت طالبة، لو انت اصبحت معلمة وقلت للطالبات افعلي واجب كذا، فقالت لك طالبة اقنعيني انا غير مقتنعة، ماذا تقولين؟ اقنعها، احاول اقنعها. هذه الطالبة انت لا تريدين اقناعها، تريدين ان تختبريها تطيع ام لا؟ والله عز وجل لا يريد، يريد أن يرى أنت تقتنعين بأمره أم لا. الذي أمر هو الذي خلق سبحانه، الذي أوجد. أنت لو عندك بيت وجاء مستأجر تضعين عليه 100 شرط، ولأنه لا يملك البيت، فكيف الله أوجدك من عدم واشترط عليك الحجاب؟ فلماذا تقول أنا غير مقتنعة؟ هناك أمور لو كل أمر نقول غير مقتنعين، لأن العقول تتفاوت، ربما أنا مقتنع بالحجاب هذا غير مقتنع، فمن الحكم؟ رب العباد. ربما أحد يقول صلاة الظهر لماذا 4؟ أنا أحب المولى أريد أن أصلي 10، وآخر يقول لماذا 4؟ أنا أريد أن أصلي ركعتين. لا، إذا أمر الله عز وجل شانه لا أحد يعقب على حكمه سبحانه، فإذا أمرك بالحجاب الله يريد هذا الحجاب، لا يسأل عما يفعل جل وعز، علم. وهذا الحجاب لك وليس له سبحانه، غني الله عن حجابك وغني عن طاعتك، لكن يريد أن الله عز وجل حتى يعلم هذا يخاف مني، هذا لا يخاف، هذا يطيع أمري. نحن لا نريد إقبال الناس على الله خوفا، بل نريد إقبال الناس على الله حبا. فأنت إذا أحببت المولى سترين أن الحجاب لا شيء أمام حبي لله. نعم.